كشف مصدر حكومي مطلع عن توجه لإطلاق برنامج استثنائي لرفع تأشيرة سمات الدخول عن عدد من الدول لدعم حركة الاستثمار والعمل في العراق على أن يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل. ويشمل الدخول إلى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية من خلال منح سمات الدخول السريعة. وأوضح المصدر أنه من بين الدول المشمولة بالبرنامج هي مجموعة الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن ودول أوروبية أخرى. وأضاف أنه من المؤمل إضافة دول أخرى لمنح سمات الدخول في المطارات والمنافذ الحدودية العراقية حسب متطلبات الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، مبينا أن جميع الدول سيخضعون للإجراءات الصحية الوقائية كافة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.